الصواريخ والحاجة؟ يلا بسرعة. الصواريخ والبومب بقى والفرقعة اللي كنا بنشغلها والسلك اللي كنا بنولعه نور والرب ظلمل فيه كده، فاكرين الحاجات دي؟ على قد ما الحاجات دي كانت مفرحة جدا بالنسبة لنا، على قد ما هي كانت مضرة جدا بالنسبة لغيرنا. انا فاكرة ان كان في مرة شخص بيحكي لي بيقول لي ان كان في راجل في البلد عندنا تعبان جدا جدا، واحنا كنا من غبائنا كنا بنروح نولع الحاجات دي ونروح نرميها عنده في البيت، وهو كان بيتأذي مننا جدا. حرب الشوارع اللي بتحصل بين الاطفال دي محدش بيتأذي منها غير الجيران والناس الكبيره اللي في البيوت، فنحاول على قد ما نقدر نمنع اطفالنا من استخدام البومب والصواريخ والحاجات دي. بس كده، في رعايه الله ما تنسوش تصلوا على النبي.